اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. فقره كواليس المونديال بتبقى دايما اخر فقره معانا علشان نقول لحضراتكم كل الاخبار الخاصه بمونديال قطر 2022. اليوم النهارده كان يوم حلو جدا، ولكن قبل ما نبدا كلامنا واخبارنا خليني ارحب بضيوفي في هذه الفقره. كريم سعيد، ازيك يا كريم؟ ده يا كابتن، اخبارك ايه؟ كله تمام؟ ايضا ايمن جلبرتو، ازيك يا ابو ايمن؟ ده يا كابتن، كله كويس؟ الحمد لله الحمد لله. خلينا نطلع كالعاده نشوف اهم الاخبار الخاصه بكواليس المونديال ونرجع نكمل مع حضراتكم. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. كريم، هبدا باحلى حاجه النهارده وهو تاهل المغرب. الحقيقه وفرحه كبيره جدا لكل العرب والافارقه، حاجه مشرفه جدا. طبعا اكيد انجاز تاريخي كابتن اسلام. النهارده المنتخب المغربي دلوقتي كل دقيقه وكل حاجه بيعملها بتتكتب في التاريخ. صحيح، نتكلم على اول منتخب عربي في تاريخ المونديال يوصل لدور الثمانيه، المنتخب الافريقي الرابع اللي حقق الانجاز ده بعد كاميرون 90 وسنغال 2002 وغانا 2010. وكمان بقى انا وجهه نظري ان المنتخب المغربي دلوقتي عنده فرصه مش تتكرر تاني. لن تتكرر، برافو عليك. ان هو هيلاعب منتخب البرتغالي، وان كان منتخب البرتغالي بدون رونالدو. ايوه منتخب، هات له الصوره والنبي عشان هو انا عارف اصله. هات له الصوره اللي انا معلش، هات لي الصوره عشان تعرف يعرف رونالدو. برضو احنا بنتكلم عن رونالدو، هات له الصوره. يا شباب هات، حطوا لي الصوره عشان اصله كريم، اصله برشلوناوي، فيعني ايه عنده حاجات اهو. الناس دي كلها رايحه لمين؟ لرونالدو طبعا. نعم، لرونالدو طبعا. بس هو قاعد ايه؟ ثانيه بس اكمل كلامي. على الدكه وقاعد ايه؟ بديل. وسايبين مين؟ وسايبين الفريق السي كله. لا مش الفريق، برناردو. سايبين الفريقين. ماشي، مش مختلف معايا يا كابتن. وسايبين العالم كله رايحين لرونالدو. تعالى لي تاني بقى. المصورين كلهم واقفين بره الخط. طبعا يعني كل الكلام ده بره الملعب. صح، كلهم دكه يعني. ورونالدو بره الملعب البرتغال بتحقق نتيجه 6-1. دي انا ما اقدرش اتكلم. صح كده؟ يبقى احنا البرتغال لابس احمر بالمناسبه. بالظبط. فنقطه مهمه عايزين نقف عندها، ان انا كنت بقول ان دي اهم فرصه للمنتخب المغربي، ان المنافس لو احنا اخترنا منافس من يعني من الثمانيه من السبعه الكبار، السبعه الكبار البرتغال يمكن اللعب معه. ممكن. صحيح، بس بصراحه المستوى اللي قدموه النهارده من غير رونالدو مستوى مرعب. صحيح. جدا. ليه؟ ان حضرتك ما لعبش خالص؟ لا، لازم في الدقيقه 75 جاب جون تسلل باين. لا هو في بس هو نزل اخر ربع ساعه. الفكره يا كابتن اسلام ايه؟ ان المنتخب البرتغالي ورونالدو في الملعب، وحضرتك طبعا يعني قدر عارفين لما يكون الفريق فيه سوبر 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 ستار، اول ما الكوره بتعدي نص الملعب اللعيبه بتبص على السوبر ستار. ليه؟ عشان يديله الكوره زي عندنا. عشان ما يتقمص زي عندنا. لا وللامانه حتى كريستيانو دلوقتي وضعه كسوبر سوبر ستار هو عنده مشكله يعني. كريستيانو فنيا امبارح بمناسبه، هخليك تكمل، ولكن بمناسبه الكلام امبارح حد من ضيوفنا كانوا قال لي كلمه رائعه، قال لي هو اوفر كواليفايد لاي حد. يعني ايه؟ يعني السالري بتاعه دلوقتي كبير. ايوه طبعا. على اي نادي في العالم. صحيح. لدرجه ان هو وصل لهذه الدرجه. فهي الفكره، هو حتى يعني هو كمان مستواه كريم ما بيساعدش الناس ان هي حتى تعتمد على ان هو يخوف. يعني هو نجم في الملعب وسوبر سوبر ستار، بس للاسف الكره تحت رجله دلوقتي فيها مشكله. هو نفسه عايز يقول للناس وعايز يقول للناس انا المشاكل بتاعت يونايتد دي لا، ده انا لسه موجود ولسه بلعب ولسه. فالموضوع صعب. فانا هو لازم يعني هي في عقليات يعني طبعا كل لعيبه العقليه بتاعته، لكن هو لازم يستوعب ده ان هو دوره دلوقتي الافضل ليه ان هو يبقى على الدكه بروحه بقيادته وينزل لو هو يقدر ينزل ويغير. لكن ده في شويه صور على بس دي مش يعني انا اسف مش هيفهمها غير اللي لعب كوره. ليه؟ لانه هو قاعد، انا لسه كنت بشرحها للاستاذ محمود والاستاذ جمال، هو قاعد مكبر على الدكه ولا وقدامه سانتوس واقف على الخط. فسانتوس بيبص، ما هو اول حاجه المدرب لما يحب يغير بيعمل ايه؟ بيبص وراه. هو مش حافظ يعني مع البتاع ده، فبيبص وراه. فمين اللي في وشه؟ رونالدو. فرونالدو عنده نظره بيقول له ارجوك نزلني. ايوه عارف فرصه الماتش فتح كمان. عارف النظره دي وال طبعا. لا فهو الموضوع صح. يمكن حتى ميسي العكس دلوقتي، يعني ميسي دلوقتي في الارجنتين للامانه ده فعلا كاس العالم. يعني انا ما حضرتش 86 بس اسمع ان 86 بتاعت مارادونا. 86 مارادونا. دي فعلا لو جت للارجنتين هتبقى ميسي، لان مفيش غير ميسي في الفريق. يعني ميسي لو مش موجود. في بعض التقارير اول امبارح اتكتبت عن ان مش تقارير تقارير حقيقيه يعني ان ميسي اكتر لاعب في كاس العالم بيمشي في الملعب. بيتمشى. بيتمشى تاني. ما بس تاني. لما يعني هو اول تاني. اول تاني تاني متاكد والله تاني. بس لما الشويه اللي بيفوقهم او الشويه اللي هو بيمسك فيهم الكوره هي دي اللي بتخلي الارجنتين
ايوه بس عشان كده هو قدام، يعني انا بشوف ان الارجنتين قدام هولندا نسخه من ماتش نسخه 98 في فرنسا، برضو الارجنتين لعبت هولندا في دور الثمانيه وكان الكسبان منهم هيلعب البرازيل في السيمي فاينل. وجيل بقى كابتن اسلام لا تتخيل اقوى بكتير من الجيل الحالي، اورتيجا، باتستوتا، ايالا، زانيتي، كذا حاجه، دي كان مرعب. بس هولندا كانت اكثر تنظيما وتكتيكا، يعني هولندا كان بيركامب وكلويفرت وسيدور نص وديف وادجار ديفيدز واوفر مارس، يعني كانوا يستحقوا اصلا ان هم يتاهلوا النهائي. كان فريق حتى يعني فريق مش عارف ازاي ده ما خدوش كاس عالم الجيل ده. فريق تكتيك اقوى بكتير من الارجنتين، الارجنتين كان عندها اسماء اقوى عالميه بالظبط. والماتش خلص 2-1 بجول بيركامب طبعا الشهير اللي خده لما ايالا وحط الكره في البعيده بوش رجله. فاللي عايز اقوله الماتش ده كان حته لعيب بيركامب ده ايه ده يا جماعه؟ عظيم طبعا. فماتش انا في وجهه نظري ربما الناس كتيره طبعا شايفه مستوى ميسي، وطبعا ميسي عليه زخم عشان ده المونديال الاخير، لكن انا ما اعتقدش ان الارجنتين تقدر تعدي هولندا اذا الامور مشيت طبيعي، لو بنتكلم طبيعي. فانا بشوف يعني ايه طبيعي؟ يعني مفيش طرد، مفيش حاجات غير يعني ايه استثنائيه كانت بتحصل في المباريات. لو ماتش مش طبيعي كده يبقى الكفه، انا في وجهه نظري كفه هولندا اقرب. فعشان كده بقول للمنتخب المغربي بصراحه النهارده عايز النهارده تسطر اسمك بقى، تكسر كل الارقام. اول منتخب افريقي في التاريخ يوصل سيمي فاينل، اول منتخب عربي يوصل سيمي فاينل، وكمان ايه بقى؟ هتلعب ماتشين يعني بعد هتلعب يعني مش تخرج يا فاينل يا ثالث ورابع، يا فاينل ثالث ورابع صحيح. فان شاء الله باذن الله باذن الله ان المنتخب المغربي باذن الله يشيل كل الضغوط من عليه ويلعب بوازن. النهارده كل الضغوط النهارده كانت على اسبانيا، اسبانيا لعبوا النهارده مباراه مضغوطين بطريقه كل وقت ما بيمر حقيقي. ومرابط بصراحه النهارده عايز احييه، سفيان مرابط النهارده عمل مباراه عالميه. يعني فريق المغرب للامانه حتى لو احصائيات يعني تشكيله المغرب حلوه، يعني تشكيله المغرب حتى يعني الناس بنستعرضها مع الناس هي تشكيله يعني بنتكلم ياسين بونو، حتى الناس كانت متخوفه ان ياسين بونو ساعات يعني بعيدا عن ركلات، هو متميز جدا في ركلات الترجيح، لكن هو ساعات بيبقى ليه ايه حركات كده في الماتش غريبه. كان في لقطه المذيع حتى اتجنن، المذيع المغربي انت ما طلعتش ليه؟ فالناس كانت بتخوف من اللقطات بتاعت حكيمي النهارده سايس واكرم كلهم عاملين ماتش، ومرابط تحديدا في كوره عمل تاكلينج يا كريم رجع على طرف غطى ورا هم عندهم ثلاثي في وسط الملعب يا جماعه، عز الدين وناحي وسفيان مرابط واسلام ملاح، ايه يا جماعه ده؟ وكلهم ايه اكبر واحد فيهم 25 سنه خلي بالك. فدي ميزه، يمكن هم هجوميا طبعا الرصه بتاعتهم النهارده هم على قد ما قدروا كانوا بيحاولوا يقفلوا، ان اسبانيا زي ما كريم شرح في حلقه قبل كده على طريقه اسبانيا ان هم ازاي ممكن يستدرجوك بالتمريرات والباصات بتاعتهم عشان خاطر يفتحوا. النهارده المغرب كانت واقفه رصه اللعيبه، وبرده خلي بالك واحنا بنتكلم اهو بص تشكيل منتخب اسبانيا عامل ازاي برده يا جماعه، ما هو اللعيبه لا لعيبه مميزه جدا انت بتتكلم في لعيبه من افضل لاعبين في يعني جافي ده لعيب مميز جدا في وسط الملعب، بوسكيتس واحد من الخبرات حتى النهارده جافي الدمان. بالمناسبه تم السماح ليه، ده تقرير حقيقي في الصحافه الاسبانيه، تم السماح ليه او بالموافقه بمقابله او يعني ان هو يصاحب او يخطب او كده يرتبط بالبنت الملكه او ابنه الملك. طب ده دنيا ثانيه دلوقتي ده هيعيش دنيا ثانيه بقى النهارده تحديدا تم السماح ليه ممكن يبطل كوره يبقى ملك يعني للامانه المغرب لا عملت ماتش تكتيكي قوي. الحته اللي كريم قالها هي هيبقى فاصل معاهم حاجه مهمه جدا بدنيا، هل المغرب هتقدر الاستشفاء بتاعها صحيح تستعيده بشكل قوي ان هم يقدروا يقفوا على رجليهم، لان برضو البرتغال الماتش سبت دور الربع النهائي جمعه وسبت فهم هيلعبوا السبت، فهي دي اللقطه. البرتغال الماتش النهارده تسهل لهم فلعبوا براحتهم، المدرب سحب اللعيبه فهي دي، فهم اعتقد الماتش ده هيبقى روح اكتر من. وانا يمكن للامانه الركراكي يعني من المدربين الصراحه الفردين نفسهم حقيقي. انا يمكن في ماتش بلجيكا شويه في بعض حسيت ان هو الماتش بيهرب منه، يعني في ماتش بلجيكا كان يقدر حسيت ان هو ممكن الماتش يهرب، لكن لا بقيت بعد كده يعني في البطوله لا فريق المغرب منظم جدا عامل حاله في الملعب. في احصائيات المباراه وانت بتتكلم في لعيبه النهارده بتتصاب من الملعب بينزل البديل بتاعهم جاهز، والنهارده بنشوف بدر بنون، بنشوف لعيبه من المغرب واحد زي جبران وعطيه، يعني
بنشوف لعيبه تشكيله ما بين اللعيبه المحليه واللعيبه المحترفين، هو عامل حاله كويسه ومسيطر على الفريق بشكل قوي. دي كانت ساعات بتبقى من ازمات المغرب ان هم بيفقدوا السيطره على النجوم. الجيل ده كمان انا اعتقد الجيل ده منضبط جدا، يعني الجيل ده بصراحه ملتزم، يستحق الحقيقه. جيل ملتزم جدا وما بيتكلموش كتير، ويعني حتى المشاعر اللي خارج الملعب بصراحه. امبارح انا قلت ان المغرب ان وليد الكراكي كان واقف بيلعب 5-2، فحد عدى الكره بيرج فبص للصحفيين بره وقال لهم مش عايز حد يطلع الصوره دي بره، بيضحك يعني. لا ده هو زي استكمال يعني هنا الاحصائيه برضو، الالف تمريره الف تمريره بحبها دي يا كابتن اسلام، الالف تمريره حاجه غريبه جدا. لا ده في كره في الدقيقه 120، احنا متعودين انت خلاص لما بتبقى مسيطر في الدقيقه 100 بتلعب العب ارمي طويل، هم اسبانيا مصممين التك بس تك الكرة الفرصه، بس الكره كانت فرصه رهيبه يعني في اخر دقيقه، يعني دي فعلا حاجه قدريه كده. لا اسالني بصراحه الكره دي كل امانه، هم انا في وجهه نظر الشخصيه طبعا، وجهه نظر شخصيه بحته قبل ما تقول وجهه نظر الشخصيه ده، ياسين بونو رجل اكيد مليون في المية يستحق مليون في المية رجل تقريبا، هو اول حارس برضو يعني عربي بقى افريقي يصد ضربتين جزاء في ماتش اقصائي في كاس عالم طبعا، او في ماتش عام في كاس عالم، والكراكي نفسه اول مدرب افريقي وعربي راجل بيتاهل ربع النهائي. فلا يعني فعلا زي ما كان بيقول كده، الارقام دي بتبقى بالنسبه للمنتخبات العرب يعني خلاص، انت كاس العالم جاي 48 منتخب هتبقى هيصه، فانت بتنهي اللي هو الحلم بتاع الافارقه كلنا عايزين نشوف منتخب في السيمي فاينل، فان شاء الله يبقى المغرب يعني. لا وطبعا انا كنت لسه عايز اقول ان احساسي في الفرصه بتاعت الدقيقه 120 دي بصراحه ان فيها لاسبانيا يعني ساين او علامه على اللي عملوه في ماتش اليابان بكل امانه. صحيح كل امانه والله، انا مقتنع تماما ماتش اليابان. والله العظيم يا كريم انا قلت لمازن ابني، قلت له يا مازن، بيقول لي بنتكلم عن الماتش بتاع اليابان ومش مصدق. ايه ما حدش مصدق يعني؟ قلت له حبيبي بص، الكوره هيتعاقبوا صح طبعا، ممكن مش ممكن ما كنتش عارف في الماتش ده. انا قلت له حتى لو في الماتش النهائي ولكن هيتعاقب عليه طبعا، هيتعاقبوا على اللي حصل. ان اسبانيا كان واضح يعني كده، اي حد يعني ليه في الكوره اسبانيا لو لعبت زي ما لعبت قدام المغرب كده كانت تكسب اللي هتدي لها 10 خلاص. ده اولمو نشوف النهارده اولمو عامل ازاي في الجبهه اليسرى وبيجري واسنسيو النهارده كسر مصيده التسلل بكام طريقه بصراحه تحفه بصراحه. يعني في كوره في فرصه منتخب اسيا في الشوط الاول فعلا اسنسيو اخترق الدفاع المغربي بشكل ممتاز جدا، بس برده ما كانش متوفق وشوط الكوره في الشباك الخارجيه. النهارده اسبانيا هجمت ووصلت، بس تحس التوفيق مش معاها، ربنا سبحانه وتعالى مش مساعدها. الله ينور عليك. بسبب ايه؟ بسبب فعلا هم في ماتش اليابان فعلا اول ما شافوا ان المغرب متصدره كرواتيا وصيفه، وفي نفس الوقت كمان هم عايزين يبعدوا عن البرازيل، فعلا البرازيل فعلا مرعبه بكل امان كل امان، البرازيل مرعبه بشكل فظيع بسبب خط الوسط. كازيميرو عامل حاجه في خط وسط البرازيل مخلي اي حد بيلعب البرازيل مش عارف يعدي. بس كازيميرو بدا يلعب في مانشستر يونايتد في الفتره. فاللي عايز اقوله ان اسبانيا فعلا، لا انا احساسي برضه بعيد عن الفنيات، النهارده اسبانيا في عقاب كتيره. لا لان هم بصراحه فنيا كويسين. الشوط الثاني يا كابتن اسلام، لا ده خبرات، ده الشوط الثاني المنتخب ده رودري المغربي عملوا بس كورتين للامانه، كانوا في هجمتين مرتدتين شردي في راح انفرادين كده ده في الوقت الاضافي. ده الشوط الثاني وان سايد جيم، رودري ولابورت والله معديين خط النص بتاع الملعب بتاع المغرب، 21 لاعب في نص ملعب، نص ملعب المغرب. في اوفسايد بتاع في اوفسايد من اللي اتحسب على المغرب، حسب فعلا من على النص، يعني هم الدفاع مش واقف على الخط، الهاي هاي هاي لاين واقف على الخط، هاي 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 لاين هم هناك كلهم. ومع ذلك برضو بصراحه انا حسيت الشوط الثاني المغرب طبعا بتضغط وهم تعبوا ليه؟ ان انت واقف عمال الثاني والرابع تحديدا تعب، العيال تعبت فعلا، ان انت عمال تستقبل الضغط وانت واقف على رجلك. صحيح. حتى ما حدش عايز يخفف عليك الضغط ده ان هو يهاجم. فبصراحه يعني اسبانيا انا في وجهه نظري كره القدم دايما تبقى عادله، والنهارده المغرب المغربي يستحق بالجهد وبدراعه بصراحه. المغرب اتاهلت لدور الثمانيه للمونديال بدراعها، ما استنتش مساعده من فريق، ما استنتش نتيجه اخرى، هم نفسهم بصراحه بكل امانه ما حدش عندهم، انا مش شايف حد عندهم بياخد اللقطه من المنتخب او من اللعيبه. كل الناس حتى لقطتهم الماتش بتاع كلهم بعد الماتش سجل، واللي راح سلم على والدته واللي سلم على الاهلي، والدنيا ماتش كندا يا كريم، الدنيا لما بسيطه والدنيا مرتاحه، مفيش الجمهور اللي راح عشان الحظ الجمهور كمان اللي سافر بصراحه. شوف كم الجمهور هناك، جمهور كوره دي مهمه جدا، لازم نستعرف حاجه والله. عايز اقول انا اسف يعني لازم اقول دي مهمه قوي كابتن، في الملاعب صوت الجمهور
صوت الجمهور بيوصل للعيب بالتون بتاعه. هتقولي. يعني ايه بالتون بتاعه؟ ان ده مشجع كوره. مش درجه. ايوه طبعا ده مشجع كوره. احنا مستمتعين. دول مجموعه مع بعض يا حبيبي. انا بلعب باك رايت. اتفضل. الباك رايت ده بيبقى جنبه ايه؟ خط على طول. اه وبعد الخط ايه؟ بره الجمهور. ولو ملعب كمان ضيق شكرا. الله ينور عليه. فانت ما بتسمعش حاجه في حياتك يعني. المدرب الناحيه الثانيه خلي بالك. صح صح صح. في شوط من الشوطين صح. المدرب بعيد خالص. صح. انت لوحدك. ايوه صح. ومعاك مين؟ بعد جمهور. ربنا جمهور. جمهور فريقك النادي الاهلي ساعتها يعني. فكنا بنسمع. انا ارفع يا اسلام. لما برفع الكره لما الجمهور يقول لي ارفع وارفع بتخش جول. صح. صح. ده كمان هي الناس شايفه. ولا وساعات يا كابتن انت لما الاستامنه بتاعتك والجهد بيزيد والتعب بيزيد عندك. صح. انت الجمهور هو اللي بيديك الادرينالين. صحيح. صحيح. اللي خايف تزود. أنا فدي نقطه مهمه. اضيف على كريم كلمه. فضل. فكره امتى جمهور الكره بيبقى عارف امتى يدي اللعيبه بتاعته الباور، امتى يهديهم، امتى يغني، امتى يحتفل. ده اللي بنشوفه في المغرب. حقيقي. شفناه في تونس، بنشوفناه في الارجنتين. الناس حتى وهي بتغني يعني جمهور الارجنتين ممتع في ايه؟ احنا دي قلت عندنا شويه بصراحه. لا احنا دي راحت عندنا بصراحه. الامانه بقى المشكله بقى عندنا في الجمهور في مصر. ايوه. ان ما مش عارفين امتى نشجع. لا دلوقتي ال 2500 ل 2001 اللي موجودين اعتقد ان هم عدد كبير جدا. بس عندهم مشكله يا كابتن. حتى الان لازم يعني يختار امتى يغني وامتى يساند. يعني ما ينفعش. لا ما ينفعش. لازم يبقى في الثقافه دي. صحيح. امتى تحمس وامتى تقول العب يا اهلي يا رب يا اهلي. لكن انت طالما قدر. لا بس انت طالما قدر. انا بشوف كده يعني. احنا كان جمهور النادي الاهلي ايامنا احنا كان بيعمل ايه؟ طول الوقت بيغني. هو طالما قادرين شباب. ما انا عشان كده بقول لحضرتك الارجنتين ما بيغنوا. بس في اغاني بتبقى حماسيه في الوقت ده. دي الاغنيه اللي لما النتيجه بصراحه بس انا لما يبقى الحكم ضاغط عليك لما اللعيب يبقى واقع. لكن في اغاني ثانيه بتتغنى في اوقات ايه؟ فرقتك 2-0. ايوه مريح عيش احتفل هيص. فهي دي للامانه في الفتره الاخيره مشكله. لا طبعا انا العدد. بشوف ان هي لا انا بتكلم بشكل عام. بشكل عام جمهور الاهلي في الحاجات دي الحقيقه. لان دي من الحاجات. الماتش اللي فات انت كسبت ازاي؟ الماتش اللي فات على طول طلع الجيش طبعا زي. لا الناس بتحمس على طول. هو اهم بكره ماتش. بكره مهم جدا. بكره مهم جدا 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 جدا. شفت حد كان حاطط سكرين شوت لمحل حلو قوي السنه دي ان تذاكر جمهور الاهلي خلصت. فطبعا لما طالما على السيستم التذاكر خلصت يعني ده معناه ان الدرجه الثالثه اللي هي ورا دي ان شاء الله تكون مليانه. ده حقيقي. لو ما كانتش مليانه والتذاكر خلصت فنبقى ممكن نعمل بقى حلقه نفكر بتاعت المعادله اللي عملتها. طبعا عشان نشوف. لا انا بس كان نفسي اعرف المعادله الفرق ما بين الشغف والشغب والحماس او الحماس. ماشي. عموما خمس مدربين رحلوا بعد الفشل في المونديال. اقالات واستقالات. خلينا نطلع نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. حابين نتكلم على المغرب على البرتغال وسويسرا الاول ولا خلينا نتكلم على المغرب؟ محتاجين بس نقول حاجه برضه لسويسرا يعني. رغم طبعا الهزيمه 6-1 بس طبعا لازم نشيد بشاكيري بصراحه. يعني شاكيري النهارده بيحط اسمه من في برضه في التاريخ بانه لاعب من اللاعبين القلائل اللي لعبوا ثلاث نسخ مختلفه للمونديال مع المنتخب السويسري. اسمه بينضم ل نيمار برضو لاعب ثلاث نسخ مختلفة. ميسي برضو ميسي لعب برضو أكتر. ميسي لعب أربعة. نعم. بيليه. مين الأكتر بقى؟ نعم. مين أكتر واحد لعب نسخ مختلفة في المونديال؟ كام؟ رونالدو. رونالدو أي. خمسة بس أنا على الدكة النهاردة. بس الأكتر يا أخي مش على الدكة. حتى مصورين كانوا كتير. خلي بالك انا بحبه جدا جدا. انا بحب رونالدو لانه عقليه غير طبيعيه. عقليه سيبك من الكوره. انا بيجي لك نفسي بصراحه ياخد التجربه بتاعت النص. لا مش سيبك من الكوره بس يعني اقصد ان يعني ايه عقليه غير طبيعيه. لا هو طبعا محترف يعني. رونالدو افضل انا في وجهه نظري افضل رياضي في تاريخ يعني في تاريخ الرياضه. ان هو يوصل للسن ده ونسبه ياخد الفلوس دي ونسبه الدهون في جسمه 2% بصراحه حاجه عظيمه. حاجه مش طبيعيه يعني. حاجه عظيمه بسم الله ما شاء الله. ده التشكيل المنتخب البرتغالي برضو تشكيل تقيل. تشكيل جدا. وهو راهن على راموس بصراحه يعني. انا برضو مبسوط بسانتوس يا كابتن اسلام. شيء مهم قوي بصراحه يعني. النهارده هو بيراهن على راموس مكان مين؟ مكان رونالدو. وراموس نزل النهارده يعني جاب الجول الاولاني تيالي وهاتريك. هاتريك اول والله هاتريك. انا ما كملتش. اول هاتريك في التاريخ زي 90. اول هاتريك في المونديال كمان يعني. ده ممكن ياخد الهداف. لا دي بقى بس عايز اربطها معلش. اتفضل. الكوميونيكيشن في اسبانيا. ودي بقى حته ايه طبعا انت فاهمها كويس قوي اللي هي النقطه يا كابتن اسلام بره الكوره. هنا ده قرار معنوي انضباطي. نفترض انا متخيل ان هو طبعا سانتوس وكل التقارير الاعلاميه في البرتغال قالت ان في ديبيت
حصل ما بين سانتوس وبين رونالدو بعد ماتش كوريا، وفي مشكله حصلت حقيقي. وهو ده وجوده على الدكه، حتى ايبولا النهارده كانت عامله استفتاء والناس كلها قالت ان رونالدو 70% يا صاحبي النهارده ده من يومين ما تلعبوش. فهو نفترض ان هو خد القرار ده قرار انضباطي، شوف ربنا سبحانه وتعالى بيوفقه ازاي، لان اللاعب اللي هو بيختاره وبيحط في ثقته ده بالظبط. بالظبط زي المشهد بتاع كابتن، المشهد بتاع الفنان احمد مكي لما كان عامل دور كابتن حسن شحاته وقال لهم انا صح. فهي بصراحه انا بحب الحاجات دي في الكوره، ليه؟ انها بترسي ان انت النهارده ما بتعلي قيم معينه ربنا بيديك طبعا. لما بتقلل من القيم دي ربنا بيعاقبك. هي النهارده بمناسبه القيم اللي ربنا بيعاقبك عليها او القيم اللي ربنا بيكافئك عشانها بيكافئك عليها، النهارده وضحت جدا جدا في مباراه المغرب واسبانيا صحيح كيف يتم العقاب بهذا الشكل. صح صح والله لما تعمل هي الكره الاخرانيه اللي في الميدان دي خضره بيت فظيعه اللي هي قبل الكورنر الكورنر الاولانيه دي الطبيعه كده تخبط في القائم وتخش، الطبيعي بتاعها تخبط وتخش. احنا انا شفت زيها كتير وانا في الملعب صح. كتير صح صح، لكن ربنا بيقول لهم انتوا غلط انتوا غلط او لا تستحقوا. كرة القدم فيها عدالة صحيح كرة القدم دائما فيها عدالة صحيح، حتى لو الحظ بيقف معاك فهي عادل صحيح. لانه مجهود بتعمله وتمرين والتزام وحتى في تقييمك للاعبين في مكافئات الفوز صح. انت بتدي لل 11 ولا بتدي ال 18 ولا بتدي ال 30 ولا بتدي ال 25 صح. دي حاجه ودي حاجه ودي حاجه. مش كابتن مانويل جوزيه كان بيقول لكم كابتن يعني اسلام يعني كان بيقول لكم تحتفل اللي بيجيب الجون ما يحتفلش لوحده صحيح. يحتفل مع اللي عمل له الاسيست ويروح يحتفل مع الناس اللي قاعده على الدكه. انا ما اعرفش دلوقتي ايه اللي بيحصل، ولكن كمان الايام اللي احنا كنا بنلعب فيها كانت المكافئات يعني وده عدل ربنا بتاع راجل المباراه نعم؟ بتاعت راجل المباراه كانت بتتلم للفريق كله. لا الاساسي بياخد 100% الاقل من الاحتياطي بياخد نزل. 75% اللي ما لعبش خالص بياخد 50 اللي هو ما بره الفرقه بياخد 50 ليه؟ لانه اللي لعب لعب اجتهد ولعب وتمرينه هو اللي وصله فبياخد 100% الاحتياطي تمرينه اقل شويه او كذا او كذا او رؤيه مدير فني فبياخد 75 اللي بره رؤيه مدير فني بياخد 50% فكان كل الناس مرضيه. ايوه صح فاهم؟ ده الاساس ده, ده الاساس ومرضيه على اساس عادل صح وليس مجرد صح صح اللي هو ايه 175 100% 75% 50% فالناس كلها كانت عارفه انا بره هاخد 50% انا جوه ولعبت هاخد 100% لعبت ان شاء الله دقيقه ايوه هاخد 100% لعبت قعدت احتياطي وما نزلتش 75% صح. فالكل كل حاجه ليها اسباب سواسيه الكل واضح كل حاجه بيبقى ليها اسباب زي ما نقول انت بتاخد بكل الاسباب. ساعات بيبقى ايه الفرقتين ممكن يجتهدوا ففي فرقه هتكسب وفرقه هتخسر مش شرط وقتها ان الفرقه اللي خسرت عملت حاجه بس هو مش مكتوب لها. بس هي الفكره ان فعلا في شواهد واحنا كلنا بنحب الكوره وبنتابع الكوره في حاجات بنشوف العلامات انت بتبقى عارف ان والله ده عشان ده حصل يبقى هو ربنا مش كاتب كده عشان وهي بتبقى رساله الناس بقى اللي بتقرا الرساله دي. عشان كده احنا ساعات كابتن اسلام لما كنا بنحلل عموما ماتشات دوري او ماتشات مين ساعات نقول الهدف من اللي احنا بنقوله مش النقد صحيح. احنا من الهدف ان احنا نقول ايه خد بالك من دي صلحها فهي دي اللي بيعرف بقى يصلح الاخطاء دي. فالنهارده سانتوس صلح خطا كبير كان عنده اللي هو شال كريستيانو ان هو ما ينفعش يبتدي لان فعلا مستواه في الثلاث مباريات لا يؤهله ان هو يلعب اساسي ونزل راهن على لعيب عنده 21 سنه بيجيب له هاتريك ده رجل المباراه بيكسبه المباراه كان 6-1 نتيجه كبيره جدا في دور ربع نهائي في دور 16 هيلعب دور ربع نهائي مستريح. فالنهارده هي دي القرارات الصغيره كمان تاكد كمان كل ما البرتغال هتكمل في البطوله رونالدو مش هيبقى اساسي لان خلاص التوليفه الناجحه في وجهه نظري دي هي دي دي التوليفه الناجحه للفريق وكل الارقام اللي ظهرت معانا فعلا على الشاشه كلها بتؤكد تفوق البرتغال على البرتغال في المباريات السابقه يعني المنتخب البرتغالي نفسه تفوق على نفسه بصراحه منذ بدايه البطوله ودي افضل مباراه هو لعبها لغايه دلوقتي. خلينا بقى قبل ما ننهي هذه الحلقه نتكلم عن مباراه المغرب والبرتغال. نعم المغرب والبرتغال هل يستطيع المغرب يا كريم ان يفوز على المنتخب البرتغالي؟ انا قلت ان احنا لو يعني المنتخب المغربي عنده الحريه انه يختار منتخب من السبعه التانيين انا في وجهه نظري اختار البرتغال يعني ممكن الارجنتين خلي بالك بس يعني بس ميسي والجمهور ميسي والجمهور الارجنتينيين بصراحه في قطر كتير قوي الناس كلها بتحب حتى العرب والخليجيين لا يعني هم هناك فعلا ميكس ما بين هم عدد كبير جدا سافر قطر
وغير طبعا ان ميسي كل الناس بتحبه. والهنود يعني الهنود هناك كتير في قطر بيحبوا الارجنتين، يعني الهنود هناك بيتخانقوا ما بين البرازيل والارجنتين. فالملعب كله تحس يعني زي ما العرب بيلعبوا في ملعبهم، الارجنتين من المنتخبات اللي هي اجنبيه في قطر بتلعب في ملعبها كامل، يعني تحس ان هو ملعب كامل ارجنتيني. وماتش ملعوب بصراحه، يعني ماتش قدام البرتغال ماتش ملعوب فيه تنافسيه، وكمان اعتقد يا بيبي في وجوده حتى في دفاع البرتغال طبعا خبره وكل شيء، لكن كبير في السن جدا. ممكن تلعب عليه خصوصا انت عندك يعني الفئه العمريه تحس ان هو وشه اتغير كمان. كبر. لكن النهارده المنتخب المغربي عنده ميزه الشباب وعنده سرعات، وبصراحه عنده حماس الجمهور، عنده اراء كويسه. انا شايف ماتش تنافسي جدا، وممكن ممكن ممكن المغرب ان شاء الله في حاله زي ما قلت حضرتك كابتن اسلام، فكره الريكفري، يعني انا بالنسبه لي الريكفري والبدني هم لو قدروا يقفوا على رجليهم بشكل كويس زي النهارده كده، بس يبقى عندهم جراه هجوميه شويه. النهارده هم في كام لقطه عملوها هجوميه، في كورتين ضاعوا، او الحارس حارس اسبانيا اوناي تصدى لواحده كانت تقريبا شبه انفراد يعني، فلا يبقى عندهم جرأة اكبر من كده ان هم ممكن يعملوا جمل معينه هجوميه مع الثبات الدفاعي اللي عندهم. ان شاء الله الاصابات اللي عندهم برضو تبقى كلها حاجه كده مجهود بسيط، ان هي تبقى اجهاد بسيط يعني ما يحتاجش ايام ويعملوا ريكفري، ساعتها ان شاء الله نقدر يعني نشوف فريق الحلم بتاعنا كلنا من ساعه لان المغرب الحقيقه نشوف منتخب افريقي في السيمي فاينل. يعني غانا سواريز ده احنا كنا يعني عايشين لحظه، احنا عايزين رونالدو يلعب الماتش اللي جاي بيني وبينك علشان هو بيني وبينك برضو اللي هو اوفر كواليفايد، يعني صعب قوي ان انت تقول عليه 200 مليون يورو ده هيبقى جامد جدا. 200 مليون يورو يعني لو بجد الموضوع ده لو الموضوع ده بجد يبقى كتير قوي. هو يعني هو موجود، بس انا اقصد لو تم بجد، يعني سلامه ماركا اتكلمت، يعني ده كل اباطره الانتقالات في العالم اتكلموا عن ان في اخيرا علشان بس مش هينفع تبقوا معايا وما نتكلمش عن مباراه بكره الاهلي والمحله يا كريم، هل يستطيع النادي الاهلي الفوز على المحله بكره ان شاء الله؟ طبعا النادي الاهلي هو المرشح كمان للانتصار اكتر من المحله، بس مهم جدا جدا يكون كولر درس الملعب الملعب نفسه الملعب طبعا للنجيله يعني الملعب ملعب مشكله ملعب يعني الشكل الهندسي بتاعه ملعب غريب يعني انت صعب مش عارف انا دايما بحس ان المحله فيه زياده واحد إيه؟ ملعب المحله دايما تحس ان المحله زياده واحد اللفه اللي حوالين الاستاد صعبه جدا اللفه دي انت بتلف هو كده خلي بالك ده المحله النادي انت رايح تلعب نادي المحله لازم تبقى مش واكل كتير واكل حاجه ان ممكن ترجع في اللفه يعني سوري يا جماعه والله بس ده اللي بيحصل بتحس ان انت ايه الطريق هناك غير ممهد ايام انا ما اعرفش دلوقتي الحقيقه لكن ايام لما كنت بلعب ماتش المحله في المحله ده حاجه صعبه طبعا وخلي بالك الملعب كمان اعتقد هم وسعوه شويه فانت يعني مثلا السنه اللي فاتت غير ان فريق المحله فريق جيد جدا جدا السنه دي المحله جمهور رائع جدا المحله السنه دي عامل مستوى اكثر من رائع 10 نقط من اربع ماتشات يا كريم وكان متصدر فريق احمد الشيخ لعيب مميز جدا ممتاز جدا بس انا دايما بشوف بصراحه اهم حاجه اول حاجه اتعامل معاها الملعب عشان نشوف التكتيك المناسب ليها مثلا بيتر موسيماني السنه اللي فاتت كان بيلعب 3-4-3 كان عامل ستريتش جدا جدا الملعب حاسس ان هي فادت قوي فريق غزل المحله السنه برضه كان كويس ما قدرش يتعامل مع الاسترتشنج اللي احنا عملناه لما عملت استرتش الملعب لعبتهم بدنيا وبداوا النهارده ممكن يكون بيبص طبعا مهم جدا لازم ينزل الملعب بس ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يكمل سلسله انتصارات ان شاء الله لا يعني مش هزود على كلام كريم كتير بس يعني اهم حاجه برضو التعامل يبقى بهدوء لان طبعا هيبقى واضح ان هيبقى في يعني مش عايز اقول شحن بس في تعامل غريب شويه مع المباراه كانها نهائي دوري ابطال افريقيا او حاجه زي كده لا بس خلي بالك انا من 1907 النادي الاهلي كده كل قبل ماتشات الاهلي بتلاقي الكل بيتحد ان هو المكافئات الخاصه بتشتغل والمكافئات القديمه بتطلع وفي حاجه مشكله المكافئات بس يعني احنا حسينا فعلا فجاه بقى يعني هي ممكن تكون مشكله فعلا خاصه بالمدرب عشان فجاه كده الناس لا بس خلي بالك برضه الامانه عشان هي المباراه واخده زخم لان احنا برضه بصراحه كل امان احنا قاعدين طول المونديال غيرانين والله صحيح كل ماتش في المونديال بنتفرج عليه عمالين نقول كلمه واحده احنا ما عندناش كوره فاول ما جالنا ماتش الاهلي والمحله بيني وبينك انا يا رب نشوف كوره جيده يا ريت ان المحله بيلعب كوره جيده شفت ماتش الاتحاد السكندري للامانه عملوا ماتش رائع عندهم واحد من هداف الدوري حاليا احمد الشيخ اربع اهداف فهم فريق جيد فماتش هيبقى فيه كوره حلوه ان شاء الله النادي الاهلي
يقدر يكمل سلسله انتصاراته في الدوري ويبتعد. يا ريت والله نشوف ماتشات بتاعت زمان دي والله كابتن، والله بكل امانه يا ريت نشوف اهل المحله 40,000 متفائل، يعني الروح بتاعت زمان دي بصراحه والله بجد. انا اعتقد احلى احلى ماتشات الواحد كان بيعملها في مثل هذه. وانا ممكن اقول جمله، يعني عايز اقول جمله عشان ايه طلعت اللي جوايا بجد والله، بعد اللي شفناه النهارده المغرب والله العظيم اقسم بالله العظيم اي حد اي مسؤول في الكره في مصر دلوقتي متقلد منصب والله لازم من بكره الصبح يعيد يحط خطه والله يحط هو دي ده فكره نظري يعني يحط يجيب كده الناس كلها يقول لهم يا جماعه المقدمه ولا ايه؟ انا قلت الكلام بجد والله. بصوا يا جماعه اللي احنا شفناه ده احنا اعتقد يعني امكانياتنا اعلى بصراحه في كل شيء. احنا المفروض على 26 لا نعمل نفس الانجاز لا نكسره بكل امانه. عندنا الادوات نعمل عندنا بس هي الفكره في حته بكل امانه، هل احنا فعلا بنشتغل زي ما الناس دي بتشتغل؟ لا. هل احنا بكل امانه اسال وانا جاوبك بكل امانه والله، هل احنا النهارده الشغل طالع للجماعه ولا طالع للافراد؟ للافراد بس خلاص شكرا يبقى مش تاخد زي ما يعني انا اسف في المغرب زي ما ربنا سبحانه اسف انا من المقاطعه والله زي ما احنا من شويه كنا لسه بنتكلم مثلا على تدخل العداله الالهيه في المباريات، ما هي برضه بتتدخل في الشغل طبعا العداله الالهيه في الملعب بس لا ده في الشغل في شغلنا كلنا. فالنهارده بكل امانه اللي احنا شايفينه احنا غيرانين مبسوطين من المغرب بس غيرانين كل احنا غيرانين. فنتمنى ان احنا نشتغل وكل الناس النهارده بتقول احنا ليه يا جماعه مش كده؟ هل في حاجه ناقصانا؟ هل مثلا قاعده اللاعبين في مصر يعني مثلا قاعده اللاعبين في مصر اقل من قاعده اللاعبين في المغرب؟ مستحيل مستحيل. هل مثلا الكفاءات 60 مليون تقريبا الكفاءات في مصر اقل من كفاءات في المغرب؟ مستحيل. لكن هم بيوظفوا صح هايل كل امانه بس الرجاله بتاعتهم اللي في المناصب الكبيره في الرياضه هو فوزي لقجع هو مش رجاله هو فوزي يعني لقجع الرجاله كلها هو فوزي لقجع ما بيشتغل لمين؟ لبلده هايل بصراحه بقول لك انا سالت له على الهواء النهارده وقلت له هايل معاه. هو الراجل شغال لبلده شفناه في ماتش مصر اللي احنا كسبناه في ماتش مصر والمغرب اللي احنا كسبناه في كاس الامم عمل ايه؟ موجود وازاي متحمس وعايز فريقه يكسب طبعا احنا ما بنشوفش ده. فنتمنى زي ما كريم كده بيقول ان احنا نشتغل للكوره يا رب لان النهارده لما الكوره المنتج ده لما يبقى كويس كلنا هنستفيد يا كابتن اسلام. صحيح يعني احنا كلنا شغالين في الكوره لما الكوره دي هتبقى كويسه وهتدخل اضعاف اللي هتدخله هنتبسط والناس كلها بتروح الاستاد ونرجع تاني زي ما حضرتك بتقول كده ماتش المحله ده نشوف ال 20,000 في الملعب ونشوف في استاد السلام الاسماعيليه لنفسنا الاهلي يروح يلعب في الاسماعيليه بالظبط يعني هنعيش الكوره اللي احنا عايزين نعيشها بكل تفاصيلها بكل حلوها وساعتها نقدر اخيرا يا كريم هنقدر بقى ساعتها نفرق ما بين الشغب والحماس الشغف اخر حاجه والله هنا بقى بس دي للجمهور. طيب دلوقتي الاجواء اللي احنا الاتموسفير شايفينه في قطر ده ربما يدينا حته يا جماعه مفيش ادنى مشكله خالص كل واحد يحب فرقته بس احنا فعلا لازم نتعلم حاجه بعد ما ال 90 دقيقه تخلص انتهى الموضوع سلم على بعض ونتقابل تاني وانتهى الموضوع. ليه؟ عشان الحاجه انت بتحبها ما تبص. عجبني جدا في مباراه الاهلي والزمالك في الناشئين 2006 امبارح بعد نهايه المباراه بص العقليه بتاعت لعيبه الاهلي الصغيرين اللي هم 2006 الاهلي كسب 2-1 والزمالك ده ضرب الجزاء في الدقيقه كانت منقولة على الهواء مباشره على قناه الاهلي. الولاد بتوع الاهلي كلهم عاملين ايه؟ راحوا للولد حتى قبل للاعب كره للاعب النادي الزمالك وراحوا له كلهم واقفين حواليه وعمالين يطبقوا عليه قوم هي دي كره القدم. ده قبل الماتش ما انا شفت الفيديو بتاع اللقطه دي كمان لو الماتش شغال يعني هو ضيع البينالتي فوقع على الارض فزميله بتاع الزمالك واحد من الاهلي راح في لعيب من الاهلي جري عليه وقال له يعني ده كان في الدقيقه 93 احساس صعب جدا فده كويس دي روح كويسه يعني النهارده هو ده طبيعي هو ده هي لا هي كره القدم كده وطبيعي احنا في المدرجات السجال والاهلي وكله يشجع الزمالك يعني انا ايام كنت انا بلعب كان كل مين اصدقائي حازم امام عبد الواحد السيد طارق السيد الناس اللي كل دول اصدقائنا يعني مش اصدقائي واصدقاء ابو تريكه وبركاته كلنا بنتقابل في المنتخب كلنا بنتقابل في اي لكن في الملعب بتموت بعض الكوره انا عايز اكسبك بكل الطرق بالظبط احنا عمر الزمالك ما كسبنا في الفتره اللي كنا بنلعب فيها دي غير ماتش جوزيه ده ال 13 مش 11 أيوة. مش ادى لل 11 الاساسي ادى ال 11 واثنين كمان معاهم زياده أيوة. وهو خد اجازه وكمل بقيه الفرقه بقيه الفرقه وناشئين واتغلبنا لكن ما اتغلبتش في ماتش قبل نهائي كاس افريقيا انت كسبت
دوري ابطال افريقيا انت كسبت، مجموعات وفي كاس مصر مجموعات انت كسبت، مجموعات نهائي انت كسبت، كل سوبر كسبت، كله كسبت. يعني هي الفكره حفل زي ما انت عايز نشد مع بعض في كلام وفي وجهات نظر والحاجات دي كلها، كل ده مقبول. اللي في نقطه مهمه، اوعى تبوظ الشغلانه بتاعتك حقيقي. النهارده كره القدم فعلا فعلا المنظومه الكبيره اللي احنا عايزينها تنجح دي فعلا مش بتنجح بس عشان احنا عندنا لعيبه حريفه او جبنا مدير فني اجنبي شايفه، لا دي هي منظومه كامله بس كده. عموما كانت النهارده الحقيقه فرحه كبيره جدا للمنتخب المغربي، الف الف مبروك. واعتقد مش اعتقد اكاد اجزم ان 120 115 120 مليون مصري هيبقوا في ظهر المنتخب المغربي ان شاء الله يوم السبت القادم، تشجيع ودعاء ان شاء الله. كل التوفيق للمنتخب المغربي في المباراة القادمة، وكلنا اعتقد كل العرب وكل الافارقة في ظهر منتخب المغرب في مباراته القادمة امام المنتخب البرتغالي. عموما انا بشكرك جدا يا كريم على وجودك معنا، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا ايمن على وجودك معنا. ايضا بشكر حضراتكم، شكرا جزيلا. انتظروا غدا الاستوديو التحليلي لمباراه النادي الاهلي وغزل المحله قبل المباراه دايما بساعتين، الكابتن ايمن شوقي ومعاه اهم نجوم قناه النادي الاهلي للتحليل وايضا لتحليل المباراه، ايضا كل كواليس ما يحدث قبل المباراه بساعتين، وان شاء الله بعد المباراه كل الكواليس الخاصه بهذه المباراه. اشوف حضراتكم على خير ان شاء الله بكره، حلقه جديده من البيت الكبير.